احد الايام جيت على الجامع العشي، قبل ذا العشي بعشر دقائق تقريبا فات المؤذن قدامي وانا في التراء، ولا يا حج ابراهيم تعال شوف الشوفي، الله اكبر، ولا طفلي ولد ولد اخيه، ولا حب تعمل جريه هيك، لا اله الا الله، شلناها فوتناها على الجامع، شعلنا الصوبه. طبعا السبب انتشار الظاهرة هاي بسبب ظروف الحرب، ظروف الحرب القاسية جدا اللي عدت على كل المجتمع وأدت لأنه الإنسان يتخلى عن فلذة كبده. بالنسبة للأطفال علاقتي فيهم علاقة أم بأطفالها أو بأحفادها، بمعنى لأنه عمر مثلا بالعام 50 عن بسهر عليهم بتعب عليهم، صح انه في تعب بس كتير في حلاوه، في انه بتحس حالك انت عم تقوم بتربيه روح أماني عندك، هاي الروح بدك ترعاها اكثر ما ترعى ابنك الحقيقي. ليش؟ لانه هدول نحن مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى، مسؤولين امام العمل. والله بشكر كل واحد بيلاقي بنته بشيلة قوية، كل واحد بيشوف بنت ما لها حدا يشيلة قوية، من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا. طفل ما له ذنب بشيله بقوية ضبه.